فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي والدي وتزوجت والدتي، وزوجها يسكن خارج المملكة ويمر بظروف مادية صعبة، وأنا الآن أعول أمي وإخوتي من أمي وهم معي في البيت نفسه. سؤاله: هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة وأن أدفعها كرسوم للدراسة في المدارس الأهلية؟ ما دمت قائما بنفقتهم وبشأنهم فلا تعطيهم من الزكاة، احتسب الأجر ولا تجعل الزكاة ممكن في كفالتك. لو هم ليسوا في كفالتك وليسوا في بيتك، في بيت آخر وهم محتاجون، لا مانع، لكن هم في بيتك تقوم بواجبهم. نعم.